العافيه. اهلين وسهلين. امور يا اخي. دخلك بتعرف لي وين حي السكري؟ وصلت. هذا كله حي السكري. انو حاره بالدار؟ ليش كم حاره في بهالحي؟ في 6 حارات ومصلبتين. والله ما بعرف، مو مكتوب عندي انو حاره. طيب انت قل لي مين بدك، بلكي بدي الخدمه. يعني حضرتك ساكن هون بهالحي؟ اي نعم، من 10 سنين. طيب بتعرف لي بيت كامل نجم؟ كامل نجم، كامل نجم شو بيشتغل هذا؟ ممثل مسرحي قديم؟ لا والله للاسف مو سمعان بالاسم. غريبه. طيب مين بدي اسال يعني انا؟ اخي كمل طريقك لراس الحاره الا ما تلاقي حدا بيعرفه هني. طيب كتر خيرك. اهلين وسهلين، شرفت. الله يعافيك. الله يبعد اذنك. بتعرف لي وين بيت كامل نجم؟ كامل نجم ساكن هون بالحاره؟ والله هيك قالوا لي. شو بيشتغل؟ ممثل مسرحي. والله ما بعرف، بس ساكن واحد براس الحاره هون، ممثل كتير مشهور، بس ما بعرف شو اسمه. طيب تعرف شو بيمثل؟ يعني بايش بيطلع؟ معلوم، بيطلع كل يوم بدعايه علكه فاتنه. بس انا عم بسالك عن ممثل مسرحي، مو ممثل دعايات. شو الفرق عمي؟ كله تمثيل بتمثيل. السلام عليكم. وعليكم السلام. أنا زهير معلمي، في شخص عم بيسأل عنك. تفش الباب وفوت. تفضل أستاذ، تفضل. أستاذ جوا بالصدر. ليش أنت ما حتفوت معي؟ لا معلش، أنا عندي شغلة بالإذن. طيب تفضل. الله معك، شكرا. تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. اهلين وسهلين، تفضل. انا رياض بدر، صحفي. يا اهلا وسهلا. اهلين وسهلين ومرحبتين. اهلين فيك. تفضل استاذ رياض. تسلموا. ان شاء الله ما تعذبت حتى وصلت على البيت. والله تعذبت شوي، ولولا ما اجتمعت بالاخ زهير صدفه كنت ما استدليت. عدم المؤاخذه ظاهر انه حضرتك مالك معروف بالحاره. ايه صحيح، معك حق. انا عايش هون لحالي وما بخالط حدا من اهل الحاره، ومثل ما لك شايف كل شغلي بالبيت وزبايني كلهم بالسوق، يعني برات الحاره. انت اكيد سمعت عن شغلي حتى اجيت لعندي، مو هيك؟ ايه طبعا طبعا سمعت. انا صار لي 15 سنة عم اشتغل بتركيب العطورات، والحقيقة هالمصلحة حلوة وفيها ذوق. هي صحيح تشرشحت مثل كل هالمصالح، وصار اي واحد يجيب اسانسات وشوية كحول ومثبت ويعمل لي معلم بين يوم وليلة، بس انا مو من هدول، مو من هدول منوب. اوعك تظن اني منهم. أنا بجرب، بخلط، بمزج، بركب، يعني بحاول على طول طالع شغلات جديدة. الله يعطيك العافية. بتعرف أستاذ رياض إني أنا ليل نهار بشم. عفوا، بتشم؟ روايح. يعني أنفي صار يميز الروايح ونوعيتها وتركيزها من بعد 10 متار. بعدين أي ريحة غريبة بشمها أول مرة بتعشش بذاكرتي لحتى أقدر طالع مثلها. يا
يعني حضرتك هلا ممكن تعرف مثلا انا شو حاطط عطر؟ انت؟ ايه بعرف. انت حاطط هلا ريحه لافانتين صحيح؟ صحيح بلا لافانتين لانه يعني هو عطري المفضل. هي بصراحه ريحه حلوه. ريحه حلوه كثير بس حد شوي. واذا بترغب حضرتك هالنمط من الروائح انا ممكن انصحك بنوع احلى. تفضل جرب لي هالريحه. اعطيني ايدك بدي بخلك شوي عليها. تفضل. انفوخ شوي عليها حتى تبرد. ايوه هلا شمها مو مشكله. شلون لقيتها؟ فعلا احلى من اللافانتين، احلى بكثير. ايه لكن اخي رياض هي اسمها مرايا من تركيبي الخاص. بقى شوف شو طلبك وانا تحت امرك، واذا بدك تاخذ بالجمله بزبط لك اسعار مرتبه ولا يهمك، واذا بالمفرق كمان مو مشكله، يعني ما بتطلع من هون الا وانت رضيان. عفوا استاذ كامل انا مو مشان هيك جاي لعندك. انا الحقيقه مو زبون، انا صحفي مثل ما سبق وقلت لك، وعم الف كتاب وحابب اني استفيد شوي من خبرتك وتجربتك. كتاب عن العطر يعني؟ لا عن المسرح. عن المسرح؟ اي نعم. وباعتبارك ممثل مسرحي قديم ومن الرواد، بقى انا حابب اكتب شوي عن تجربتك واستفيد من خبرتك. والله منيح يلي لسه في حدا متذكر اني ممثل مسرحي، لانه انا نفسي كنت راح انسى هالشي. وانا هيك حسيت من اول ما فتت لهون. بصراحة يا ابني انا موضوع المسرح بالنسبة لي يعني مرحلة وعدت من حياتي، صفحة وانطويت، ومو حابب ارجع افتحها لحتى ما اقلب علي المواجع. من الناحية معك حق، بس مع ذلك تجربتك لازم تتسجل وتتدون، يعني اذا مو مشانك مشان الاجيال القادمة. اي سيدي مري ما علي شي، يعني اذا الاجيال الحالية نسيتني بقى معقول الاجيال القادمة تتذكرني؟ يا استاذ كامل نحن بنعمل يلي علينا وبنترك التقييم للزمن. معلش استاذ رياض اعذرني انا. بترجاك استاذ كامل لا تحبط مشروعي، يعني انا باني امل كبير على حديثي معك، وبصراحه اكثر اذا رفضت تحكي انا راح الغي مشروع الكتاب من اساسه. بقى شو قلت؟ طيب اعطيني فرصه لفكر. شم هالريحه استاذ، شم هالريحه لقلك. لا لا اعطيني ايدك الثانية حتى ما تختلط الروايح. شم هلا هي اسمها لا تلحقني مخطوبة. لا عم بمزح معك، هي اسمها قيس وليلى. ظريفة. معلش استاذ رياض تفضل ارتاح شوي على بين ما اجيب لك كاسة شاي. طيب شكرا. يا اهلا وسهلا فيك. بتعرف يا استاذ رياض يمكن صار لي اكثر من 5 سنين ما قعدت بقهوه. اوف ليش بقى؟ ما بعرف، يمكن لاني تعودت على الوحده بحياتي يا ابني. بتصدق اني احيانا بضل 4-5 ايام ما بطلع من بيتي؟ لا وانا مبسوطها، لانه يعني ليش لا اطلع؟ البعد عن الناس غنيمه. مشان الشغل يا سيدي عم اشتغل بهالبيت واغراضي كلها عندي، والجريده بتوصلني كل يوم الصبح، يعني ما في حاجه اشوف حدا او حدا يشوفني. طيب عفوا يعني ما بزورك حدا؟ ما بيجي لعندك رفقات، زملاء من ايام زمان، قرايبين؟ قرايبين؟ لا، لأنه أنا ما عندي، مقطوع من شجرة. زواج ما تزوجت بعد ما انصدمت بسارة،
عفوا مين سارة؟ سارة كنعان الممثلة المعروفة ويلي عاملة نجمة بهاليومين دول. وبصراحة سارة هي الوحيدة اللي حبيتها وتركتني من 10 سنين وتجوزت مدير المعهد. زملائي المسرحيين نسيوني، كل واحد منهم ملتهي بشغله ومو فاضي لغيره. أصدقائي يا ابني ما عندي حدا، ما في غير هذا زهير يشقشق علي كل يوم والتاني، وهذا هو الشخص الوحيد اللي بشوفه باستمرار. أستاذ رياض عفوا، أنا سمعت إنه حضرتك رفضت تستلم جائزة التكريم يلي منحتك ياها رابطة الفنانين السنة هي. صحيح رفضت، بس مو تكبر لا سمح الله، بالعكس كتير حلو إنه الإنسان يتكرم وهو عايش. بس المشكلة يا ابني إنه طريقتنا بالتكريم همجية ارتجالية. مثلا أنا السنة الماضية كرموني بعيد الفنون، بس بتصدق إني ما كنت موجود بين الحاضرين لأنه ما حدا بلغني إني راح أتكرم. اتصل فيه واحد من الزملاء قال لي روح راجع الجهات المختصة، روح استلم جائزتك. ورحت؟ ايه نعم يا سيدي رحت. ادخل. يعطيك العافية استاذ. اهلين، مأمور. ما يأمر عليك ظالم، انا كامل نجم. اهلا وسهلا، بس عدم مؤاخذة صدقني ما عرفتك. اي معك حق ما تعرفني، صار لي زمان ما ظهرت على الساحة الفنية، فنان انا. ما خالفنا، كل اللي بيراجعونا هون فنانين، مو مشكلة، بشو بقدر اخدمك؟ قال في إلي عندكم جائزة بمناسبة عيد الفنون. ها، أنت من اللي تكرموا بعيد الفنون؟ إي نعم، أنا. يا أهلا وسهلا، تفضل، تفضل استريح. ممنونك. عفوا شو قلت لي الاسم؟ كامل نجم. كامل نجم. الجدول. كامل نجم، كامل نجم، كامل نجم، كامل نجم. كامل نجم. عفوا مالك اسم؟ انت متاكد انك تكرمت؟ ايه طبعا متاكد. شو جاي انا اتصلبط على الجائزه؟ صلبطه، دور منيح. عفوا حضرتك راقص ولا موسيقي يعني؟ لا هاد ولا هاد، انا ممثل مسرحي. ايوه 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 فهمت عليك، لا تواخذني، كنت عم دور بجدول الموسيقيين والفنانين الشعبيين. يا ماجد، يا ماجد، وين جدول المسرحيين وعمال الاضاءه؟ ليكو عندي. ممكن تسناوله منه؟ نعم. شباب مو طاصيت؟ تفضل. بابا تعرف تص قدامك؟ شريف. يسلم ايديك. كامل نجم، كامل نجم، كامل نجم، كامل كامل نجم. اسمك مكتوب، مبروك تكرمت، لا تنسانا من الحلوان. ها ايه تكرم عينك، بس عفوا ممكن اعرف شو الجائزه يا ترى؟ ايوه بالنسبه للمسرحيين شهاده وميداليه وشيك، شو بدك احسن من هيك؟ يا هيك التكريم يا بلا. وبقدر استلمهم هلا؟ ايه طبعا، بس بالاول في شويه اجراءات لازم تصير. اجراءات شو؟ يعني بدنا منك يا سيدي بالاول شهاده لحكم عليه، بعدين براءة ذمة من المالية، ومن ثم شهادة حسن سلوك من المختار. اوف، وليش كل هدول؟ يعني هيك اجراءات شكلية. يعني طالما انكم مو متأكدين اني غير محكوم، واني مواطن شريف وبريء الذمة من المالية، واني حسن السيرة والسلوك، بقى ليش عم تكرموني لكان؟ يعني حدا بكرم الزعران؟ يعني لو انا يلي دقيت بابكم وقلت لكم يا جماعة من شان الله والرسول كرموني، هات لبوس ايديكم كرموني، اعطوني شهادة تقدير، امتياز، مرحة، كان فيها وما فيها، بس انا كنت قاعد ببيتي وكافي الناس خيري وشري، وانتو يلي كرمتوني لحالكم وجايين هلا تتمطعوا فيي يا استاذ. عفوا استاذ، اذا بتريد انا هون مجرد موظف لتنفيذ الاوامر والقوانين،
بعدين انا اللي كرمتها؟ بعرفك شي حتى كرمك؟ الرابطة هي اللي كرمتها، هاي من جهة، ومن جهة تانية كل الزملاء اللي تكرموا مثلك قدموا هالوراء عن طيب خاطر، ما حدا منهم اعترض او عبر عن استيائه الا حضرتك. مع انه عفوا يعني معظمهم نجوم كبار ومعروفين وحضورا دائم على شاشات الفضائيات العربية، قصدي يعني مو مثل حضرتك، يعني عدم مؤاخذة انا مو شايف وشك على التلفزيون بنوب ولا مرة. صحيح، بس مكتوب عندك هون اني ممثل مسرحي مو تلفزيوني، هذا اولا. ثانيا مو شرط تكون مشهور وتعرفني حضرتك لحتى اعرف طالب بحقي. معلش استاذ، ما في داعي لكل هالشوشره، ويا ريت تاخذنا بحلمك شوي، كلهم كم ورقه وبيطلعوا معك بيوم واحد، بقى امرك لله احسن ما يروح عليك الشيك. قديش المبلغ اللي بالشيك؟ يا سيدي مبلغ محترم، قد اللي اندفع السنه الماضيه بمرتين. قديش يعني؟ مليون ليره؟ شو مليون ليره استاذ؟ شو مفكر حالك قاعد بهوليود؟ المبلغ كله على بعضه 10,000 ليره. بس؟ بس، ليش بهن 10,000 ليره؟ كخه، اصلا انت مو تعبان فيهم، يعني رح يجوك على بارد المستريح، وكمان بدك تتدلل. لا سيدي ما رح اتدلل، طالما من الرابطه مكسب. وامتى بقدر اقبضهم؟ بس تجهز لي الاوراق، بعطيك من عندي امر صرف للمحاسب، يعني شغلتك بسيطه، ليش كل هالقد مهموم؟ طيب ماشي الحال، شكرا استاذ. الله معك. تفضل. يعطيك العافية. أهلي الله يعافيك. إذا بتريد معي أمر هالصرف. أنت كامل نجم؟ إيه نعم، وهي الهوية. سبعة آلاف وستمائة وخمسين ورقة. شو 7,000؟ أمر الصرف ب10,000؟ خصمنا ضريبة الدخل. كمان هدول عليهم ضريبة دخل؟ ايه وليش لا؟ ليش هدول مو دخل؟ دخل ولا مو دخل؟ طبعا دخل، لكان نهيب. هات ناولنا خلينا نخلص بقى. لحظة شوي، لسه في حسم تاني. كمان؟ عليك تراكم رسوم للرابطة 3 سنين وأنا مضطر أخصمهم. لا حول ولا قوة إلا بالله. اخصمهم خلصني وشوف لي قديش بيزيد. حاضر. شريف وقع لي هون زمتريد. يسلموا. شريف هويتك. تفضل. هاي 10 ورقات. وهي 25 ليرة. يعني المجموع 35 ليرة. هلا هذا اللي زاد من مبلغ التكريم؟ اي نعم. معلش يا عيني، خلي المبلغ عندك وردوا على صندوقكم، مالي بحاجته انا. عفوا يا سيد، شلون بدنا نرجع المبلغ للصندوق تحت اي بند؟ سجلوا التبرع لصندوق الرابطة، صدقة، إحسان، زكاة، شوف البند اللي بدك اياه وسجله تحته. بقى هي هي قصة التكريم استاذ رياض. 35 ليرة وشهادة وشقفة نحاسة محطوطة بعلبة مخمل. ولا تأخذني، أنا بتصور التكريم الحقيقي مو هيك، أو على الأقل بطريقة والله ما بعرف شو بدي لك، يعني في احترام أكثر. معك حق. طيب ممكن أعرف سبب ابتعادك عن المسرح؟ أنا ما ابتعدت، المسرح هو اللي ابتعد عني، لأنه المخرجين ما بعرف ما عادوا طلبوني لأعمالهم المسرحية، ومخرجين التلفزيون ما لقوا فيني شكل تلفزيوني. يعني مثل ما بيقول فريد الأطرش، يلي بينساك انساه. كمان أنا نسيت هالقصة ودورت على شغلة تانية أكل منها خبز، وهي أنا قدامك عايش رضيان والحمد لله، وروايحي فايحة عطر.
بس انت ممثل مسرح من رواد المسرح وقدمت للحركة المسرحية سنين من عمرك. بقى ترى شو قدم لك المسرح؟ شو قدم لي؟ شوفت عينك. يعني لو بعرف انه هيك رح تكون نهايتي كنت ما ضيعت من عمري ولا دقيقة. أعوذ بالله العمى. شو وفاة الممثل المسرحي الكبير كامل نجم؟ الله لا يعطيكم العافية، موتوني وأنا عايش. لا كل شيء بينسكت عليه إلا هي. صباح الخير معلم. صباح الخير يا زهير. شو قريت الجريدة؟ إيه قريتها. قصدي قريت الخبر المكتوب عنك؟ اي نعم يا سيدي قريته. طيب وشو ناوي تعمل استاذ؟ شو بدي اعمل يعني؟ ما بدي اعمل شيء. على القليلة كذب الخبر، ارفع دعوة على الجريدة، طالب بتعويض. يعني لو هالشيء صار بأمريكا ما بتطلع من القضية بأقل من $1,000,000. صحيح، بس هون إذا رفعنا دعوة بجوز ناخذ مليون طيارة على رقبتنا، مو $1,000,000. على كل حال الشغلة كلها مو مستاهلة لك يا ابني، مو مستاهلة. شلون مو مستاهلة؟ مثل ما عم اقول لك ولك ابني، مو مستاهلة. صحيح انا اول شيء انفعلت لما قريت الخبر وقلت ما ممكن اسكت عنه ابدا، بس هلا مو فارقة معي. يعني يلي مكتوب بالجريدة خبر وفاة الممثل كامل نجم، والممثل كامل نجم ميت من زمان. كامل نجم يلي قدامك هلا مجرد تاجر عطورات صغير، لا راح ولا اجا. وهالتاجر اذا مات او عاش ما حدا بيسال عنه. ما عم بفهم عليك معلم، حدا بيستقبل خبر وفاته بهالبرود هاد؟ لك حط بالخرج لك ابني، حط بالخرج. هات لشوف، قل لي شو ناقصك عطورات اليوم؟ هاي ليست الطلبات. بعد ما بتنهي جملتها فورا بتجي لعندها. لك يلا جاهزين؟ دقيقتين ونكون جاهزين استاذ. بسرعة شوي بدي حركة. لا 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 سلمى اعطيني التليفون. ألو مرحبا، منزل المرحوم كامل نجم؟ المرحوم؟ أي نعم هون منزل المرحوم. مين عم يحكي بالله؟ أنا سعيد سلامة مخرج مسرحي. أهلين أهلين أستاذ سعيد، تشرفنا. حضرتك أخو؟ لمين؟ المرحوم. إيه إيه أنا أخو. إن شاء الله العوض بسلامتكم. الحقيقة من واجبنا نشارك بالتشييع بس الظروف ما بتسمح. في عنا عرض مسرحي بعد أسبوعين وكنا منتمنى أنه المرحوم يشاركنا بحفل الافتتاح بس ما زبطت. يا سيدي الله يخليك، فرصة تانية إن شاء الله.
قصدي منتشرف. قصدي لو كان المرحوم عايش كان تشرف بالحضور اكيد. بس شو بدنا نعمل؟ هيك حال الدنيا. على كل نحن ما راح نقصر ابدا. انا قررت انه غير اسم الفرقه وسميها باسم المرحوم. شكرا كثير لك. والله خجلتونا. لا ومو بس هيك، انا هلا عم فكر اعمل عمل بانورامي لاهم اعمال المرحوم وسميها سهره مع اعمال كامل نجم، اسوة بمسرحية سهرة مع ابي خليل القباني. لا فعلا انكم مصرين تخجلوني، قصدي تخجلونا. ولو يا استاذ، هذا اقل واجب ممكن نعمله تجاه زميلنا وحبيب قلبنا، الله يرحمه ويجعل مثواه الجنة. بتصدق من يومين كنت انا وياه؟ انت ومين؟ انا والمرحوم. اجى لعندي لهون وحضر عندي بروفة كاملة. يا لطيف يا لطيف شو عجبه العرض. وبتعرف شو قال لي قبل ما يمشي؟ شو قال لك؟ قال لي انت عبقري يا استاذ، حوينتك بهالبلد. ايوه هو قال لك هيك؟ ايه لكان، لانه انا والمرحوم كنا خوش بوش كثير. على كل نسلم لي كثير على المرحوم، قصدي العوض بسلامتكم، وان شاء الله خاتمه الاحزان. الله معك حبيبي، مع السلامه. ألو مرحبا، منزل الفنانة المرحومة اعتدال السكري؟ يا ترى المرحومة موجودة؟ قصدي أقرباء المرحومة موجودين؟ بس ليتقبلوا مني أحر التعازي. طيب شكرا شكرا، الله معكم. صباح خيرات زهير. شو هذه اللي حامله معك؟ هدول برقيات استلمتهم من ساعي البريد. برقيات شو؟ الله يطول عمرك، هدول برقيات تعزية فيك. شو هالحكي؟ هلا هدول كلهم برقيات تعزية؟ ايه الله يكتر المحبين. شف لي اياهم من مين، كزلكي مو معي، اقرا لي اياهم يرضى عليك. هي من رئيس هيئة الثقافة العليا. رئيس هيئة الثقافة؟ إيه هذا رحت بزماني لعنده 5 مرات، ما رضي يستقبلني. غيره؟ وهي من رئيس رابطة المسرحيين. يا سيدي هذا شافني بمهرجان المسرح الماضي، عمل حاله مو شايفني، دار وشه، عمل حاله عم يحكي مع المخرج البولوني. وهي من المخرج نصرة نعسان. نصرة نعسان، ايوه. هذا واصلي بيني وبينه للشيطان الرجيم، لما سحب مني دور البطولة بمسرحية هاملت يشرب القهوة وعطالق ابن اخته الصغير. وهي من تجمع آرام المسرحي. هذا التجمع يا زهير انا اللي اسسته، وبعدين طالعوني منه مثل الشعرة من العجين. وهي معلش معلش، خلاص خلاص لا تكفي، ما في داعي يا زهير، ما في داعي. ما بدك تقراهم استاذ؟ ايه ما بدي اقرا شيء، الحشون عندك. ايه وانا عايش ما حدا سال عني، هلا اتشاطروا بعد ما متت. نعم نعم. اي نعم، هون منزل المرحوم. لا انا اخوه. شكرا شكرا كثير، تعيش وتترحم. امتى؟ الخميس الساعة 7 بالمركز الثقافي؟ ايه لا ولو لو طبعا بدنا نحضر. لا اكيد. شكرا لكم. اهلين اهلين وسهلين، الله معك. مين هدول استاذ؟ عاملين ندوة عن اهم اعمالي المسرحية بالمركز الثقافي بمناسبة وفاتي، وبدهم حدا من طرفنا يحضر. تروح زهير؟ شو بيفهمني بهالشغلة أنا؟ ليش ما بتروح حضرتك؟ ما بصير روح أنا ولك ابني، ما بصير، لأنه إذا شافوني وأنا عايش يمكن يلغوا الندوة وبيجوز يدفعوني إجرة الصالة كلياتها.
معلش يرد على التليفون، ضاقت خلاقي من التليفونات. الو نعم. ايه هون بيته. لا مو قرايبه، انا صانعه، قصدي صديقه. مين معي بالله؟ تلفزيون؟ لحظة لحظة شوي. استاذ هدول التلفزيون بدون عنوان البيت. ليش جايين يعزوا؟ قال عم بيصوروا برنامج عنك وبدون عنوان البيت. ايه ماشي الحال. اعطيهم العنوان. شلون بدي اعطيهم العنوان؟ بركي شافوك. معلش. أنا بدي إياهم يشوفوني. آن الأوان لأطلع للضو. آن. لك شو وين بيته هاد؟ والله تعبت رجلينا. ليكو هذا بيته. اهلا وسهلا. هون بيت المرحوم كامل نجم؟ اي نعم، انا المرحوم بذاته. ما صورتوا شيء؟ وليش بقى؟ شو عم تقول؟ طلع عايش؟ انت متأكد من الحكي؟ طيب والخبر اللي نزل بالجريدة؟ غلطة؟ يا حبيبي على هيك غلطة. لا 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 تصوروا شيء. خلص بدنا نلغي البرنامج كله. إلك إيه طالما الزلمة طلع عايش، البرنامج كله ما عاد له طعمة. المهم هلا خذ الكاميرات وروح على بيت المرحوم اعتدال السكري. إيه إيه صور شوي، خذ كم كلمة من قرايبنا. شو بدنا نساوي؟ بسرعة بس الله يخليك. بس ما تطلع الثانية عايشة وتقفشنا. بتعرف يا أستاذ رياض يلي صار معي شيء ما بيتصدق أبدا، يعني شيء مثل المنام، خبر صغير بالجريدة قلب لي حياتي فوقاني تحتاني. فجأة لقيت حالي رجعت الأضواء وصرت مشهور أكثر من الأول. الله وكيلك صار اسمي على كل شفة ولسان. هذا غير مقالات الصحفية والتحقيقات والندوات والإمسيات والمحاضرات يلي عم تحكي عني وتعدد مآسري ومناقبي. وبيني وبينك يعني بالغوا شوي بهالشي، يعني بصراحة عطوني أكثر ما بستاهل. بس شو بدنا نساوي؟ يلا زيادة الخير خير. يعني أنت زعلان؟ مو قصة زعلان، بس المصداقية حلوة. يعني مو معقول الواحد ما ياخذ حقه من الاهتمام والتكريم وهو عايش، وياخذ أكثر من حقه بكثير بعد ما يموت. ما بعرف المعادلة غلط من أساسها. بتلاقي مثلا ببلاد برا الفنان عايش معزز مكرم مقدر موجب مرتاح مبسوط، الكل بدهم رضاه ليرضى. هذا إذا كان فنان طبعا مهم وناجح. بس عنا إذا كان الفنان مهم وناجح الكل بده يشتغل فيه وينزله لتحت مع إهمال ملحوظ وتجاهل مطلق. والله معك حق، هالشي متفشى كتير بوسطنا الثقافي والفني. صدقني يا أستاذ رياض أنه خبر هالوفاة ترجعني للحياة من جديد، أو بعبارة تانية نقلني لحياة جديدة، حولني من صانع عطورات بسيط لنجم. كيف يعني؟ يعني الناس رجعوا يتذكروني. بتصدق اني بعد ما اعلنت بالجريدة عن الخطأ اللي صار واني لساتني على قيد الحياة، اجاني 4 نصوص مسرحية وانعرض علي بطولة مسلسلين تلفزيونيين كبار. ايه مبروك، شو بدك احسن من هيك؟ بالنهاية لا يصح الا الصحيح. وعلى كل حال يا استاذ كامل، انت بتستحق هالشي ومن زمان. الله يبارك فيك. بس اخ على ما اعرف هالابن الحلال يلي غلط معي هي غلطه. ليش بدك ترفع عليه دعوه مثلا؟ انو دعوه هي؟ بدي اتشكره وبوسه من بين عيونه على هالخدمه اللي قدم لي اياها. بدي احاول رد له جميله يلي ما راح انساه طول عمري. لا بسيطه استاذ بسيطه، الحقيقه انا ما عملت اكثر من واجبي. شو قصدك؟ يعني انت اللي نشرت الخبر؟ ايه ولا يا استاذ انا.
لأنه لقيت أفضل طريقة لحتى رجعك لتحت الأضواء. لأنه نحن بالعادة ما منتذكر مبدعينا إلا بعد ما يموتوا.